لكن ده لا يعنينا في شيء. احنا معانا واحد من نجوم النادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي، كان كلاعب ومدرب احد ابرز نجوم النادي الاهلي في الكره الطائره، مدرب تقريبا ما بيخسرش بطولات، معظم البطولات اللي بيشارك فيها بيكون هو المركز الاول بالنادي الاهلي، اللهم لا حسد يعني ما بنحسدوش. كابتن حمدي الصافي، اهلا وسهلا بيك في شاشه قناه النادي الاهلي من خلال 7 داي سبورت. اهلا استاذ عبد الرحمن، ازي حبيبي؟ اولا بهنيك بفوز الزمالك، وبهنيك بالتعامل مع هذه المباراه الخاصه، يعني الفوز على الزمالك. يعني الحمد لله، والله مباراه كانت قويه جدا، يعني توقعناها كده، لان انت عارف المباراه دي مرت ظروف كتيره قبليها، يعني طبعا على مدار الاستعداد، فتره الاعداد للموسم الجديد احداث كتيره حصلت في فتره الاعداد، وانتقالات لعيبه ودفع الناشئين جدد وحاجات كتيره حصلت، بس الحمد لله يعني فريق الطايره دايما بيثبت معدنه الاصيل بيثبت جدارته، وان هو من ابرز الفرق في النادي الاهلي سواء على المستوى العربي او الافريقي. الحمد لله الحمد لله. دايما انت معودنا على ده من فرقه الفولي، ودايما انت الاول في كل البطولات اللي بتخشها. يمكن ثقتك الكبيره في بنات الاهلي وثقتك الكبيره في الناشئات اللي انت طلعتهم وتعاملك معاهم، انت الشوط الاولاني خسر النادي الاهلي 1-0، قدرت ترجع للمباراه تاني ازاي، وهيأت لعبتك تاني ازاي ان هم يرجعوا كالعاده يعني ويفوزوا بالمباراه 3-1؟ لا انا الحقيقه كنت حاسس من في التدريبات طبعا ان اللعيبه عليها ضغوط كبيره، مجلس الاداره كله مهتم جدا بالمباراه دي، جماهير الاهلي على طول بتتصل باللعيبه، بتتواصل مع اللعيبه عبر السوشيال ميديا وكده، ان المباراه دي محتاجينها، مباراه مهمه جدا، وان احنا النادي الاهلي وكده بعد الظروف اللي حصلت، فطبعا كانت عملت ضغوط كثيره على اللعيبه، فكنت متوقع ان احنا ممكن في اول المباراه يبقى في شويه ضغوط على اللعيبه، ما يبقاش مأثر على ادائهم شويه، بالاضافه طبعا فريق الزمالك كان موفق جدا في الشوط الاول، بس الحمد لله قدرنا واحده واحده توجيهات للعيبه وهدوء للعيبه ان هم يهدوا وان هم هيرجعوا في المباراه، والحمد لله قدرنا واحده واحده بعد الشوط الثاني رجعنا الحمد لله في الثالث والرابع كمان كسبناهم، يعني كنا مبسوطين فيهم جدا يعني الحمد لله. طيب احنا من اول ما تابعنا كره الطايره واحنا شايفين بنات الاهلي على منصات التتويج في كل البطولات، شايف الدوري السنه دي ازاي؟ انا شايف ان الحمد لله مباراه الزمالك عدت كالعاده يعني بالفوز، انت شايف بقى الدوري السنه دي، واحنا عندنا كمان الاسبوع اللي جاي ده الزمالك، شايفه ازاي وشايف المنافسات ازاي في الدوري السنه دي؟ الدوري السنه دي هيبقى دوري قوي، دوري صعب، فريق الزمالك دعم نفسه يعني ب 10 لعيبه تقريبا غير المحترفين، فريق سبورتنج مدعم بمحترفه، فريق الزد عنده شابات كويسين جدا، لا الدوري السنه دي دوري قوي وهتبقى المنافسه فيه عاليه جدا، خاصه مباريات الاهلي والزمالك على مدار السيزون هتبقى مباريات قويه يعني حقيقة. طيب انت صعدت نشئات ورفعوا راسك طبعا، المواهب القادمه في النادي الاهلي في رايك هيضيفوا وان هم يستمروا في طريقه احتكار البطولات للنادي الاهلي كما تعودنا يعني؟ الحمد لله عندنا قطاع نشئات كويس جدا، احنا طلعنا جزء وفي جزء لسه برضه بيتمرن معانا بس ما شاركش، وفي جزء لسه ما صعدش، الحقيقه طبعا كلهم عناصر مبشره بس بينقصهم خبرات كثيره، طبعا انت عارف الخبرات دي ما بتتخش في يوم ولا اثنين، دي بتبقى على مدار مواسم كثيره، فطبعا احنا على قد ما بنقدر اللي نقدر نزقه ويفيد الفريق، وبندي على قد ما نقدر في الماتشات اللي هي في التمهيديه دي خبرات لبعض اللاعبات، وان شاء الله باذن الله يعني على مدار السيزون هنشوف كذا وجه جديد ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن حمدي الصافي على المداخلة دي، ومبروك ودايما موفقين كالعادة فريق كرة الطائرة سيدات.